السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية كتابة رمز آت في لوحة المفاتيح، لكن قبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات علشان نقدر نستمر، وعلشان نكتب رمز آت. طبعا لوحة المفاتيح أنا خليتها على سطح المكتب لتسهيل الشرح، وعلشان نكتب رمز آت عندنا هنا زر الشيفت اللي شايفينه قدامنا ده، كلنا عارفين زر الشيفت ورقم 2 اللي موجود فوق. فعلشان نكتب آت بنضغط على شيفت ورقم 2 في نفس الوقت. هنجرب دلوقتي شيفت 2 هيكتب معانا آت، فهنضغط على شيفت ورقم 2 في نفس الوقت بيكتب معانا رمز آت مباشرة. أرجو لو استفدت من الفيديو مش مشترك في القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات، وشكرا جزيلا على المتابعة.